إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، كلنا يعلم أن الصبر دواء ناجع وعلاج نافع في تخفيف آثار كل بلية أو مصيبة تقع بالعبد في نفسه أو أهله أو ماله، وليس للعبد إلا أن يصبر لا محالة. فمن لم يصبر في أول المصيبة رضا واختيارا فمرده إلى الصبر عليها قهرا واضطرارا. قال الشاعر: أرى الصبر محمودا وعنه مذاهب، فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب. وقال الآخر: اصبر ففي الصبر خير، لو علمت به لكنت باركت شكرا صاحب النعم. واعلم بأنك إن لم تصطبر كرما صبرت قهرا على ما خط في القلم. ولقد مر معنا ذكر طرف من الآيات في فضل الصبر ومدح الصابرين، ولنتأمل اليوم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، حيث يقول: عجبا لأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا من الصبر. متفق عليه. فمن ذلك نعلم أن الخير كل الخير للعبد أن يصبر في جميع أموره، لأن المسلم يعلم أن البلاء مهما عظم أمره أو صغر قدره فإن الله قد جعله سببًا لتكفير ذنوبه. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. فإذا تيقن المسلم هذا انفتح له باب الرضا بالقضاء والتلذذ بالصبر حين البلية. لماذا؟ لأنه علم من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم أن أصغر بلية حتى الشوكة فإنها تكفر عنه الذنوب والخطايا. فإذا تأمل العبد وعلم قول نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، إذن فلا خسارة في الصبر، بل الخير والسعة فيه، صغرت المصيبة أو كبرت. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة
في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وجاء في حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما يبرح البلاء في العبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والترمذي وقال حديث حسن صحيح. فمن ذا الذي يسخط ويجزع ولا يصبر وهو يوقن بهذه النعم الجزيلة في رفعة الدرجات وتكفير السيئات حينما تنزل به البلية أو تحل به المصيبة؟ جاء في الحديث عن أبي سعيد أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده فوق القطيفة فقال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. ثم قال: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال: العلماء. قال: ثم من؟ قال: الصالحون. كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. وفي رواية أخرى: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط. فمن كان مؤمنا حق الإيمان، من كان مؤمنا بقضاء ربه ولطف رحمة خالقه، ومن كان مؤمنا حق الإيمان بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يجزع أو يتضجر من مصيبة حلت به وقد علم أن الخير كل الخير فيها؟ لا والله، بل موقف المؤمنين الرضا بتدبير الله واختياره لهم، والقناعة بقسمة الله فيما قدر وقسم، ولا يدفع المؤمن ما حل به إلى البعد عن طاعة الله، بل يحدوه ويدفعه إلى مزيد الطاعة والعبادة والمحافظة على ما فرض الله وتجنب ما يسخطه. أيها الإخوة، إن المصائب والمحن مدارس تفتح للعبد مع نفسه، كتاب المحاسبة والمناقشة. إذ لو تأملنا في كثير من أحوالنا وما يحل بنا من المصائب والآلام لوجدناه بسبب أنفسنا وبما جرحته أيدينا، ومع ذلك يثيبنا الله على الصبر والرضا به. يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن حلت به المصيبة وحاسب نفسه لا بد أن سيجد تقصيرا وتفريطا في جنب الله، قد يستوجب مصيبة أو بلية توقظ من الغفلة في سبات المعصية، وتكون سببا في التوبة والرجوع والقصد والإنابة إلى الله جل وعلا. وما أكثر الغافلين السادرين في لهوهم وغفلتهم، يسمعون الوعظ والخطب والآيات والأحاديث فلا تحدث في قلوبهم أي شعور بالندم أو أي عزم على التوبة، ولكنهم تابوا وأنابوا واستيقظوا بمصيبة قدرها الله على الواحد منهم، فكانت كالهزة العنيفة الموقظة لسكير الغفلة والشهوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها
قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الصمد على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واتقوا سخط ربكم، فإن الأقدام والجسوم على وهج النار لا تقوى. وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الإخوة، أيها الأحبة في الله، من نزلت به مصيبة أو عظمت في نفسه فليصبر، وليتذكر أمورا، وليتذكر هذه الأمور واحدا بعد الآخر، وسيجد بعد ذلك أن المحنة منحة له من الله جل وعلا، وسيدرك أن الله وحده لا شريك له هو المحمود في السراء والضراء، وهو أرحم الراحمين. فالأول منها أن المصيبة تدفعه إلى محاسبة نفسه، لأنها بما كسبت يداه، والله يعفو عن كثير. الثاني أن الله يجازيه بها تكفيرًا لذنوبه، وتطهيرًا له من السيئات، ولنعلم أن عظم الجزاء مع عظيم البلاء. الثالث أن العبد إذا صبر فاز بوعد الله للصابرين، وهو أن يجزيهم الله أجرهم بغير حساب. الرابع أن يعلم العبد أن الجزع والضجر لا يرد من قدر الله شيئًا، وأن يعلم أن الرضا والحمد لله يخفف أثر المصيبة الواقعة، ويدفع عنه الدعاء غيرها من المصائب وما هو أعظم منها. الخامس أن الرضا والصبر على المصائب يدفع عن المسلم شماتة الحساد. كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الحساد. السادس أن يتذكر المسلم عند حلول المصيبة أن هذه الدنيا ليست بدار نعيم يطمأن لها، ويعلم عند ذلك أن الراحة والسعادة التامة في دار النعيم، دار الخلود الأبدي في الجنة التي أعدها الله لعباده المتقين. فيدفعه ذلك إلى مزيد من البذل والمجاهدة لنفسه، حتى يصل بها إلى مرضات الله في جنانه، في تلك الدار التي لا يكدر صفوها غصص المصائب والآلام. فلا تجزع من المصيبة في دار المصائب والآلام وهي الدنيا، يقول عنها القائل: طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. السادس أنه لو سلم أحد من المصيبة والبلية لسلم من ذلك صفوة خلق الله في أرضه، الأنبياء والمرسلون. ولك في نبيك أسوة حسنة فيما لقي من العذاب والابتلاء من قومه وعشيرته وسائر الجاحدين المعاندين له. فإذا علمت ذلك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وليكن لك في صبر نبيك أسوة حسنة. السابع تذكر مصيبة من هم أعظم منك فيما ابتلوا به، فإن كنت مصابا بشيء يسير فإن غيرك قد مصيب بمصيبة أعظم،
وإن كنت مصيبة في جارحة معينة فإن غيرك قد أصيب ببلية عظيمة في نفسه أو في ولده، وإن كنت مصاب بخسارة في مالك فإن غيرك قد أصيب في ماله وولده ونفسه. إذن فالمصائب يخفف بعضها بعضا، وإذا تأملت مصيبة غيرك هانت عليك مصيبتك. الثامن وهو أولها أنها لم تكن في الدين أن تحمد الله في هذه المصيبة أو وقعت في دنيا وليست في الدين، لأن مصيبة الدين عظيمة، وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. التاسع أن هذه المصيبة لم تكن أعظم، فثق أيها المسلم بوعد الله وجزائه، ولا تيأس ولا تقنط، فالفرج بعد الشدة وبعد العسر يسرا بإذن الله ورحمته، فاحمد الله على كل حال. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في مكامنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، فكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. ويقول الآخر ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. فمن ذا الذي يجزع ويضجر ويسخط بقضاء الله وقدره عند حلول المصيبة؟ لا والله، إن المؤمن إذا وقعت به المصيبة يتذكر قول الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر على المصائب كما علمتم أيها الإخوة أعظم وأنفع علاج في هذه الدنيا التي هي بطبيعتها دار لا تصفو لأحد، فمن صفى له الأمر لا بد أن يتكدر عليه في ولده أو في ماله أو فراق أحبابه أو سقم في بدنه أو مصيبة في أي جانب ممن حوله، فليجتهد في دار لا مصائب فيها، وليجتهد للعمل في دار يجتمع أحبابها ولا يفترقون، ويدوم نعيمها ولا ينقطع، ويدوم نعيمها ولا ينقطع، ويصفو لذتها ولا تتكدر بشيء من موت أو هرم أو سقم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل تلك الدار التي رضي الله عن التي رضي عن أهلها وجزاهم بمرضاته أوفر الجزاء. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اللهم اجعلنا في السراء من الشاكرين وفي الضراء من الصابرين، ولا تجعلنا من القانطين اليائسين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين، اللهم أصلح إمام المسلمين، اللهم أصلح بطانته، وقرب له من علمت فيه خيرا له، وأبعد عنه من علمت فيه شرا له ولأمته. اللهم اجمع شمله بمن أحببته وأحبه، واجمع شمله بإخوانه، ووحد صفهم، واجمع شملهم، ووحد كلمتهم، ولا تفرح علينا وعليهم عدوا، ولا تشمت بنا ولا بهم حاسدا. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا كسيرا إلا جبرته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالشهادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل اللهم إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، ولا تجعل إلى النيران منقلبنا ومثوانا. لا إله إلا أنت الحليم العظيم،
رب العرش العظيم، رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فتلطف بنا فيما حل بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وأكرمنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، وارفعنا ولا تخذلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وسع على أهل القبور قبورهم، ونور على أهل اللحود لحودهم، وافتح لهم أبوابا إلى الجنان، وأعنا على ما أعنتهم عليه بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم، فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن المثيل وعن الند وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى أزواجه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فهي وصية الله لكم ولمن كان قبلكم من الأمم. ولقد وصينا الذين من قبلكم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة في الله، مر معنا في جمع الماضية الحديث عن الصبر، وأنه أنجع وأطيب علاج أمام المصائب والمحن والآلام، وتتمة الحديث في هذا الموضوع فالقول فيه بإذن الله جل وعلا وبقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان في كبد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، روي من طريق أبي مورود: سمعت الحسن قرأ هذه الآية فقال: يكابد أمرا من أمر الدنيا وأمرا من أمر الآخرة، وفي رواية: يكابد مضائق الدنيا وشدائد الآخرة. واختار ابن جرير أن المراد بالآية مكابدة الأمور ومشاقها. أيها الأحبة في الله،
كلكم يعلم أنه ما من راحة تامة أو سعادة دائمة إلا في الدار الآخرة، دار الخلود والبقاء. وأما هذه الدنيا فدار الابتلاء والكبد والشقاء. ومن أجل ذلك كان عيش الإنسان فيها في مشقة، ولولا ما فيها من عبادة الله واللجوء إليه والاستئناس والإطمئنان بذكره لما أطاق المؤمن البقاء فيها. ولله في ذلك حكمة بالغة، إذ لو صفت الدنيا لأهلها من الأكدار والمصائب لركنوا إليها واطمأنوا بها، ولما اجتهدوا في الأعمال الموصلة إلى دار النعيم والخلود المقيم. قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله: يا أبتي متى الراحة؟ فقال: يا بني، الراحة عند أول قدم نضعها في الجنة. عباد الله، تأملوا هذه الدنيا وما فيها وما فيها من خلق الإنسان من كبد، وهي برمتها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل ذلك لما سقي منها كافر شربة ماء، فالاجتماع فيها مآله إلى الفراق. قال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، فنهاية الحياة موت، وغاية الاجتماع فراق. أما اللذات في الدنيا من المآكل والمشارب والمناكح فتزينها الصحة والعافية، وأكثر أرباب الدنيا وأصحاب الأموال فيها يعانون أنواع البلاء والأمراض والأسقام، فيرون نعيماً ولذات لا يقدرون التمتع بها. وأعمار الخلائق في الدنيا محصورة محدودة الأجل، ورب معمر شقي بعمره، سيما إذا كان مفرطاً فيما مضى من عمره. قيل للأعشى ميمون بن قيس وقد بلغ من الكبر عتيا: كيف وجدت الحياة؟ فقال: المرء يرغب في الحياة وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسوءه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره، كم شامت بي إذ هلكت وقائل لله دره. فلا أنس ولا لذة في الدنيا إلا بطاعة الله وذكره وعبادته. وذلك يوم أن حضرت معاذ بن جبل الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما والله إني لا أبكي على ملذات الدنيا وشهواتها، ولكني أبكي على صيام أيام الهواجر وقيام ليالي الشتاء، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب التمر آكله. تلكم والله، ذلكم والله، هو ما يحقق السعادة ويربطها بالحياة ربطا وثيقا. فاجتهدوا يا عباد الله في طاعة ربكم ومرضاته، وتنافسوا في الأعمال الصالحة والتجارة الرابحة، ولا تغبطوا أحدا كائنا من كان، لا تغبطوا أحدا إلا في طاعة الله وحفظ كتابه ومرضاته. وما سوى ذلك فحطام غير حقيق بالحسد والغبطة. واعلموا أن كل من ترون في هذه الدنيا مهما على منصبه أو سفلت مرتبته، اعلموا أن كل من ترون في هذه الدنيا شقي لا محالة، شقي بنفسه أو ماله أو ولده أو سلطانه أو فقره أو غناه أو عزه أو ذله، إلا من شد وثاق النفس عن المعاصي والآثام، وأحكم السير وجد في المسير وأمسك بالزمام. كل من لاقيت يشكو دهره: ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ عباد الله، إن بعض المسلمين هداهم الله قد انشغلوا باللهو عن ذكر الله، وغرهم إقبال الدنيا عليهم، وخدعهم تردد خلان الرخاء والغنى إليهم، وما تأملوا حقيقة دنياهم ونعيمها، وأن الأيام فيها دولة
يداولها الله بين الناس، وكأن بعضهم ما سمعوا وما عرفوا أحوال الأمم السالفة فيما مضى والحاضرة في هذا الزمان، كيف هوت وسقطت من عز إلى ذل، ومن قوة إلى ضعف، ومن غنى إلى فقر، ومن شمل مجتمع إلى شتات تفرق وتشرد. قالت هند بنت الملك النعمان ابن المنذر: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا، ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس. وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها، فقالت: أصبحنا ذات صباح وما في العرب أحد إلا يرجونا، ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. وقال إسحاق بن طلحة: دخلت عليها يوما فقلت لها: كيف رأيت، كيف الأمر بكم يا بنت النعمان؟ فأنشدت قائلة: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، فأفل لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بنا ونصرف. قال صلى الله عليه وسلم: حقا على الله ما رفع شيئا إلا وضعه، فلا تغتروا بالدنيا يا عباد الله، ولا تجزعوا على المصائب فيها، فإذا كانت النفوس التي تملك الأشياء تذهب، فكيف نبكي على ما ذهب من مال أو متاع أو ولد؟ قال القائل: نفس التي تملك الأشياء ذاهبة، فكيف أبكي على شيء إذا ذهب؟ فكونوا من دنياكم على حذر، واتخذوها معبرا ولا تجعلوها مقرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويمطر السماء عليكم مدرارا. الحمد لله الواحد الصمد على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن أقدامكم على وهج النار لا تقوى. إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. عباد الله، ها أنتم ترون حال الناس في الدنيا وتقلبهم بين أنواع المصائب والبلاء والمحن فيها، ولله في ذلك حكمة بالغة، إذ لو صفت هذه الدنيا لأحد لصفت لنبينا صلى الله عليه وسلم: خير من وطئت قدمه الثرى. لو صفت هذه الدنيا لأحد لصفت للأنبياء صفوة الله من خلقه أجمعين. إذن فلا غرابة أن يصاب الإنسان فيها، ولا غرابة أن يعترضه وأن يعتبره شيء من آلامها والبلاء والمحن فيها، ولله في ذلك حكمة بالغة. نبيكم صلى الله عليه وسلم قد عذب وأوذي وطرد من بلاده حتى تركها، وألقي سل الجزور على ظهره، ومع ذلك صبر واحتسب. هذه من أقدار الله جل وعلا، من أقداره، والأقدار الكونية كثيرة يقدرها الله على العباد أجمعين. فإذا تأملتم وقلبتم النظر، لم تجدوا أحدا يسعد في هذه الدنيا سليما معافا من الأقدار، سليما معافا من المصائب والآلام،
إلا من رضي بقضاء الله وقدره وصبر واحتسب، فعند ذلك تكون المصيبة منحة له وإن كانت في ظاهرها محنة. يقول القائل: من ذا الذي قد نال راحة فكره في عسره من عمره أو يسره؟ يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره، فيظل هذا ساخطا في قله، ويظل هذا تاعبا في كثره. عم البلاء، ولكل شمل فرقة يرمى بها في يومه أو شهره. أو ما ترى الملك العزيز بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فيسره خبر وفي أعقابه هم يضيق به جوانب قصره. وأخو التجارة حائر متفكر مما يلاقي من خسارة سعره، وأبو العيال أبو الهموم وحسرة الرجل العقيم كمينة في صدره. ولرب طالب راحة في نومه جاءته أحلام فهام بأمره، والطفل من بطن أمه يخرج إلى غصص الفطام ترعه في صغره. ولقد حسدت الطير في أوكارها فوجدت منها ما يصاد بوكره، والوحش يأتيه الردى في بره، والحوت يأتي حتفه في بحره. ولربما تأتي السباع لميت فاستخرجته من قرارة قبره. تالله لو عاش الفتى في أهله ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا معهم بكل لذيذة، متنعما بالعيش مدة عمره، لا يعتريه النقص في أحواله، كلا ولا تجري الهموم بفكره. ما كان ذلك كله مما يفي بنزول أول ليلة في قبره. كيف التخلص يا أخي مما ترى صبرا على حلو القضاء ومره؟ فالحياة وحدها شقاء وبلاء، ولا سعادة فيها إلا بطاعة الله وملازمة أمره واجتناب نهيه وملازمة ذكره سبحانه. فتلك بإذن الله سعادة في الدنيا وموصلة إلى دار السعادة الأبدية. فاستعدوا استعدوا للرحيل، وتزودوا قبل أن تردوا مفازة لا موارد للزاد فيها. وكن أيها المسلم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ألا وإن الضعيف المحروم الذي سكن إلى الدنيا واطمأن إليها وغفل عن دار البقاء والخلود، واشترى الدنيا بالآخرة وباع الغالي بالخسيس عياذا بالله من تجارة كاسدة. اللهم إنا نعوذ بك من حلول نقمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا سوءا وبعلمائنا فتنة وبولاة أمرنا مكيدة وبشبابنا ضلالا وبنسائنا تبرجا وسفورا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم افضحه على رؤوس الخلائق، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اختم بالشهادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل اللهم إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، ولا تجعل إلى النار مثوانا ومنقلبنا. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة.
اللهم اهد إمام المسلمين، اللهم وفق إمام المسلمين، اللهم اجمع شمله ووحد صفه وثبت قدمه وارزقه بطانة صالحة، وقرب إليه من علمت فيه خيرا له ولأمته، وأبعد عنه من علمت فيه شرا له ولأمته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ووالدينا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. تتشرف تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض بتقديم الشريط الرابع من أشرطة جزء عما مع دعاء ختم القرآن الكريم لهذا العام 740,000 للهجرة بصوت الشيخ عبد المحسن العجيمي، والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.